مساء الفل على جيشنا، مساء الفل على جيش مصنع اسيل. وصلت لكم بقى يا جماعه صفقه اسدال، في منها حوالي 3000 قطعه. السعر حرق، السعر حرق. لا هو مش الصوره دي، هو اشكال تانية. عشان بس الناس ما تشوفش الصوره تتخض. اتفرج على الاسدال يا جماعه، الطبيعه هات كده. ايوه هو اصلا بص حاجه تصدير زي ما انت شايف كده يا عم. وريهم الاسم، هم يعرفوا يجيبوه من هنا، محدش عارف يجيبوه من هنا. ده اهو بص كده، معلش ام اسيل عشان الاشكال. بص كده الاشكال بتاعته، كل الاشكال دي كده في الاسدال. اسدال خروج، اسدال خروج بسعر حرق، بسعر حرق. الاسدال اللي بيتباع ب 300 وبيتباع اقل حاجه ب 250، هنسلمه لك احنا ب 105، ب 100 وكام؟ 65. افرد لي كده الحته دي. اسدال خروج، اسدال خروج اسمر. يلا اهو بص كده، تلبيس معاك لحد 130 150 كيلو كمان، من 130 ل 150 كيلو. بص كده افرد الحته اللي بعدها. يلا سريعا بقى عشان وقت الفيديو. الملحفه منه فيه شنو طرف؟ هو معاه بندانة ومعاه زعبوط او يعني حتتين. بص اهو زي ما انت شايف كده، استنى. ايوه زي ما انت ثابت كده شويه. ايوه بص كده، بص ده الشغل اللي على الايد اهو. الاضاءه اصلا كمان مش احسن حاجه. افرد بقى البني ده كده عشان شكله حلو. ماشي طيب اهو. الإزال ده في خصم من اول شكاره، يعني انت لما تشيل منه شكاره انت كتاجر. ده يا جماعه موسم الحج بقى، جاي العيد الكبير، فهينفع. بص في كل الاحوال، في كل الاحوال انت كتاجر هتشيل منه شكاره، ليك خصم حلو قوي، هنخليك تبيعه بسعرنا اهو ببلاش يا مصر. اهو هات لي كده ده، الحته دي، الحته دي، دي منقوشه، في منه منقوش وفي منه الساده. المنقوش منه حلو قوي برضو اهو، بس الاغلبيه منه الساده عشان نكون ايه موضحين معاكم. الاغلبيه منه الساده اهو. اللي عايز اي كميه منه يلحق يتواصل معانا يا جماعه، اللي عايز اي كميه يلحق، لان ده مش هيقعد. زي ما بقول لك هم 3000 حته اللي موجودين، فمسافه ما الفيديو ينزل افرض اخر حته بقى، مسافه ما الفيديو ينزل، مسافه ما مش هيقعد. ربنا يحسن السوق لينا وليكم. اهو اللي عايز منه اي كميه متوفره، اللي حاجز على رقم 010 17 35 150 4، شحن جميع المحافظات، شحن دولي، فاتحين طول ايام الاسبوع من 12 ل 9. على فكره الاسدال محطوط في كيس شماعه، كيس شماعه اهو بالصوره بتاعته وكل حاجه يعني، مش وليه صوره على التليجرام.